كيفك؟ الحمد لله نفس المواعين. انت كيفك؟ اسم مين محمد؟ اسم محمد عندي معاه قصة. كانت عندي معاه قصة في المدة. بحب كلامك بس أسمع مرة شيء. أفنان، أفنان حبيبتي صديقتي، أفنان والله بنت طيبة أقسم بالله. حتى إن حتى لو أن هي بتسوي هيك أشياء مثلا باللايف، ولا حتى لو هي مثلا بتسوي دلع في اللايف وهيك أشياء، بس أقسم بالله أنه قلبها طيب. أفنان من البنات اللي تعرفت عليهم قلبهم ما فيه ذرة حقد، يعني إذا كانت ذرة حقد بتكون بسبب شخص أداها. اي والله كانت مهلة. وليد اهلا وليد، انت فين غرورك؟ وين غيبتك يا وليد؟ من وين؟ انا من المغرب. من هذا تعرف انا من وين؟ برادتي. وين غيبتك يا وليد؟ من زمان ما شفناك. انا ارد على الموضوع اللي تكلمتي فيه كرجال. اي موضوع يا يعني؟ ما حكيت على موضوع السلام. استاذ السلام موجود؟ والله من زمان ما شفناك يا وليد. وين موجود؟ وين موجود؟ اي والله كلهم يطلبون متقابل، يطلبون مقابل. اذا انت بدك منهم شيء، اذا انت ما بدك منهم شيء عادي، بس اذا انت بدك منه شيء مثلا بدك شغل، قلت له مثلا شوف لي شغل ولا شيء، بيكون بده مقابل. بينسق بيقول لك اوكي شغل نلتقي. يعني ليش راح تلتقي انت؟ راح تلاقيه وقته كله كان انت بده يلتقي معك وانت ما كنتي بدك تلتقي معه. يوم قلت له شوف لي شغل، بيقول بمسكها من الدرس الحساس. اوكي يلا هي بدها شغل عشان اشوف لها شغل، يلا نلتقي. يلا اقول لها يلا نلتقي انا وانت، شوف لي شغل اول شيء واحطك على عيني. انا اعزمك، ما تحتاج انت تقول لي نلتقي، انا بقول لك لانك شفت لي شغل تعال انا بعزمك. ها انا كذبت؟ مو كذبت، كل شيء مصلحه. اذا بدك شيء مصلحه. شوفي حالك لا تحكي لهذا. وين بشوف؟ ترى كل شيء معرفه. انا اللي سويت لحالي، كنت بشتغل ومرتاحه وراح طلعت من شغلي. وي وي انور مالك؟ ما في روحي على المكان. شوف اقول لك، انا كنت بشتغل. يوم تكون في شي شركه ولا في شي مكان، اذا بدهم شخص ما بيروحوا يشوفوا من السيفيات اللي محطوطه، بيروحوا يوصوا الناس اللي عندهم بالشغل، بيقولوا لهم شوفوا لنا حدا. اوكي انا اعرف. اذا انت رحتي حطيتي السيفي تبعك ما راح كل شيء معرفه ويتشرطوا عليك. وين تندم؟ ما كيطلعش لك الميساج؟ لا هادشي ولي طالع ليا دابا. خلص شيلوا عنا الطاقة السلبية، قولوا شي يفرح. شوفي بنات، البنات أكثر من الشباب.
الشباب على الاقل بيكون بده مقابل بيقول لك نلتقي وبشوف لك. البنات بدون لقاء بلا ولا شيء ما تشوفك، حتى لو اجى عندها الباترون وقال لها شوفي بدنا وحده ما راح تعطيها السي في تبعك. انا بقولها لك البنات ما فيهم هذه الافعال. واش ممكن شي تعاودي تسجلي تما؟ لا ما نرجعش ما نرجعش انا صافي خرجت ضيعت عليا بزاف الفرص ما نقدرش نرجع. حتى ولو كان رجعت ما بقاش عندي ديك الباترون اللي كان عندي قبل. كنت مرسمه ما بقيتش ما بقاش مرسمه بزاف الحوايج.